فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما ثم يقرأ هذه السور. سؤاله: هل يعمل بظاهر هذا الحديث فيكون النفث قبل القراءة أم تقدم القراءة على النفث؟ يقرأ ثم ينفث، يقرأ ثم ينفث بعد ما يقرأ. نعم.